الإيمان والإسلام. عود طيب مبارك إلى مائدة القرآن الكريم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب الكريم، نعيش في رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا. فليتفضل فضيلته مشكورا مهجورا. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله
وفصاله 30 شهرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها
شكرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة
سفرا. وحمله وفصله ثلاثون شهرا.
أصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
أفل لكما عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا.